عسلامة. عسلامة سعى شريب تبقى سنين دايما. يعطيك الصحة وانت زيدة، خلينا نتعرفوا عليك. مواطن عادي اسمي لطفي. لطفي قلت لي انت عامل يومي مختص في التجارة، يعني الدومين هذا متاعك تبيع تشري. الدومين هذا اي شخص ينجم يدخل يخدم فيه والا لازم تكون فاهمه؟ اول حاجة باش تدخل السوق لازم ساعة تتعلم السوق وانت والارتيكل اللي باش تخدمه. معناها السوق كما نقولوا احنا سوق متبش خضرة اللي يجي، معناها فهمت. وان بليس كي باش تخدم لازم تخدم براس مال. لازمك تبدا براس مال. تبدا براس مال بيان سير. راس مال ضعيف ولا راس مال كبير ولا كيفاش؟ والله شوف كل قدير وقدره، 500 خدمك مليون يخدمك 20 مليون يخدموك، فهمتني انت وانت باش تخدم معناها كل نهار وقسمه، فهمت. فما شباب عندهم راس مال لكن حايرين شنو يعملوا به، هل انت كشاب تونسي عندك افكار اليوم تنجم تعاونهم معناها تعاون بهم الشباب؟ والله شوف باش نحكي بافكار ما فماش افكار، خاطر توا التونسي كي تعطيه 5 ملايين ما يخملكش مشروع، يقول لك لا خلينا نخرج من تونس. يقول لك 500 ما تعمل لي شيء، بينما كان يخمم بالكدا راهو ينجم يعمل 5 ملايين كان جاي ويحلوا مشكل ولا يحلوا باب، والله تنقولوا يعملوا حل ويعاونونا الدوله تعاوننا شويه ما يسالش فيها باس. نعطوه ما يثبت كذا، رانا نحبوا نخدموا احنا باش نخدموا في بلاد الناس، نخدموا في بلادنا عاد، فهمت؟ اي لهنا تلقى روحك وحدك، معناها قاعد تتحرك وحدك، معناها تقوم الصباح ربي يعلم كيفاش تيح وتقوم، باش تروح انت بك الاربع دور نتاع كل يوم، فهمت؟ وزيد العباد ما عندهاش، معناها تجي تحكي معايا يقول لك والله تعب وكذا، سيدي جاي انا في الروج وما عنديش وكذا، نعطيه خويا على المصلحه، ولد حومه، نعرفوه ما نرجعوهوش، ما يطول، فهمت؟ انا فلوسك ماهيش جارانتي. لازمك معناها كمان لازمك حاجه باتيندا خسر كيما تنجم تربح بالطبيعه التجاره هي ربح وخساره ما فهمت كيما قلت لك انت والكابيتال تخدم به انت تخدم وحدك ولا مع شكون؟ والله كل مره كيفاش دي مره مع شكون اقل راس مال تنجم تبدا به حاجه في تونس شنو بالضبط؟ قديش معناها؟ والله لا امشي باش يجيب شويه غله حتى الغله غاليه تاك تجيب الكيلو وانت ونحسبوها احنا بنان وكذا يقول لك ما يخلصش غالي كمان طيب الغلة كي يشوفها شوفها بعينيه المواطن معناها ما عندوش مسكين باش ياخذ غلة. ماكش ضامن انه الناس تشريه ينجم يقعد لك. ينجم يقعد خضرة خضرة تمشي حتى العباد فهمتني والله اللي حاب يخدم اللي حاب يخدم يخدم فهمت واعطينا بركة احنا كلنا نحسوا بعضنا كمواطنين كزواولة فهمتني نتعاملوا معناها بالباهي معناها مع بعضنا. نعاونوا بعضنا زاد اللي عنده فكره ما يبخلش. باش تقول لي نهار الدات كذا زيني في دات كذا ومن ثم راني حتى انا مربوط زاد بفلوس مش ما نحبش نعطيك ولا ما نحبش باش نعطيك نعطيك ونزلك ونحل لك جوان هاك مي كوميم راي لي ظروف يعني زاد. اي يعني انا ما نمو على الدوله ما نرموش على المواطن خاطر جيت لهم تعذر. فهمت مازال. باقي ما قلتليش راس مال قداش يبدا به. مينيموم. اقل شيء الزملاء. الزملاء شكون باش يمدهم الزملاء. ما همش هذوما فيهم ورقة فيهم طومبون، الزملاء هذوما وحدك تسعة وحدك، ما يكونش تخدم 8 سوايع 15 ساعة، تخدم نهار وليل. ينجم يخدم أي خدمة يلم فلوس ومن بعد يبدا ولا لا؟ ينجمش يلم فلوس، وحتى يرجع راس ماله باش يلم فلوس، باش يشوف شو عنده هو، باش عنده خسارة، باش يعاود يجيب، كم ينجم يكبر في المشروع، كم ينجم يقعد مشروع هو بيته. أما كان نقعدوا خايفين هكا باش نبداو وما نعملوا شيء. يلزم القفة نتاع المواطن يراعي لها ظروفها شوية. ضامن انه المواطن باش يشري من عندك وسلطتك باش تتباع. صحيح باش كي نقف انا على الفلاح ما يقوليش راهو انا ناخذ فيها العلفه غاليه وكل مواضيع نتاع الفلاح. احنا زدنا تجار ونتعامل مع المواطن، انت فلاح عندك سلعه تجيبها مرشي الكرو كذا فهمت؟ واحنا في مرشي افهم انت مرشي شعبي. تلقى المرسوخه تلقى خضره تلقى كل شيء خبز طابونه المبسس هذا نحكيو حر رمضان وكل نهار وقسم ان شاء الله ربي حرك اسبابها. والله مش مشاكل في الانتصاب ولا انت في وسط السوق ولا كيفاش؟ لا في السوق في السوق هو الانتصاب سيدي جانا حاو وحاجه باهيه خلي نشوفوا العباد وخلي العباد تتفرهد هي نوعا ما حاجه باهيه لكن ماذا بينا لو كان يوفروا لهم فضاء باش ما يقعدوش عاطلين عن العمل. احنا مع الحضاره مش مع الفوضى. ما زاد عطيونا زدنا بلا يسنا خلنا احنا نحبوا نسترزقوا ناكلوا الخبزه. خاطر سنين يعني يخدموا وفجاه يلقاو رواحهم بلاش خدمه وفي رمضان وعيد. مش انت زاد تعدي 10 سنين تحت حيط. تبيع وتشري لانها تسمى عملت كليونات انت وشريت بلاصتك تجي انت بنات وضحاتك راك في بلاصه اخرى. مش مشكل المهم وفروا البلاصه الاخرى ومن بعد ربي يعمل لي. مفيد يوفروا لنا البلايص ويسهلونا يعاونونا شويه ما كمام راهو انا تو نحكي عازف فهمت ما اللي عنده مراه واللي عنده صغار ومسؤوليه
هذاك كي نحكي معك بكوتي اخرى فهمت، من ناحيه الوظه والمجتمع كي تلمها كل ما بعضها برشا مشاكل برشا. لاحظنا انه فما البعض من الشباب ولا يفضل انه يخدم مهنه حره كيفك انت توا خير من اللي يمشي يخدم في اداره او تحت. والله نصيحه، والله نصيحه، انا ماذا بيا انا كي نمشي نتعلم صنعه خير. راي الصنعه راي ممتاز، انا ندم عليها، كنت عملت حجام وما كملتش. انا مغروم بالصنعه، نحب الصنعه. مي انا كي نلقى انا ولاد صغار مينير معناها دخان فساد كذا، والله انا ننصحهم لوجه الله فهمت، لوجه الله، خاطر شفت روحي انا في العمر هذاك ما لقيتش وقفه باهيه فهمت. مي كي نشوفه هو يغيظني فهمت، تعلم صنعه يا خويا، القرايه صحيح توصل وما توصلش، مي صنعتك تدومك برا تخدمك في بلادك تخدمك ديما تعيش عارف. المهم كي تبدا عندك صنعه يجي نهار وتلقى الفرصه نتاعك. لا صنعه، ليش صنعه ما لا صنعه تتعب تتعب وما تلقاش حقك، تتعب صنعتك تدلل تدلل حتى على الفيسبوك يكلموك تلقى روحك مرتاح. اما اليوم في اي عمر والا في اي وقت تنجم تدخل تتعلم صنعه يعني. شوف يقول لك الصغير المخ قد يقبل، مش كيما صغير مش كيما كبير، انت البيبي كي تقول له ماما بابا يستانس، يا شكون امه شكون بو، حتى الصغير هذاك يتعلم يلزمو يتغرم بها الصنعة، هي غرام قبل ما تكون قبل ما تكون حاجة باش تفرضها عليك ولا تفرض على روحك صنعة، شوف شنو الصنعة أنت المغروم بها وتحبها برا تعلمها وتو تربح بإذن الله رابح. علاش الشباب قاعدين يهربوا من الوظيفة؟ الوظيفة العمومية معناها سالير فيكس. باهي بربي سامحني، احنا نقولوا اقرا وواظب وكذا وتعب فهمت، يلقى روحه اليوم في يخدم كونتراتير والسالير 550,000 550، معناها لهنا ايش يعملوا 550؟ والكونترا يعاود يرجعه لك، جيب كونترا اخر جيب كونترا، يا اخي روحه تعب، معناها ما يترسم ما يعدي من ناحيته ثمان سنين تحت حيط 550 ولا 600,000 ولا حتى مليون، تو في وقت الحالي ايش يعملوا؟ يعملوا حتى شيء، يولي هو يخمم في ايش؟ يخمم في الهجرة، عندنا احنا ناس عندها وكما نقولوا احنا رجال ونساء، طب محامين وكذا، والله يمشيوا لبرا خرجوا. قول له عليه قول لك انا مش قاعد نخو في حقي مش قاعد نخلص. اي يا خويا ان شاء الله الدوله تحس بينا وقيس سعيد يسمعنا ويحس بينا، معناها رانا صحيح رانا تبقى متوسطه طحنا للزيرو، ما عادش خالتين جمله معناها ولا العظيم عايشين بالستر ستر ربي. على كل يعطيك صحه مسيو، تخلينا الكلمه الاخيره نختموا يعني الموضوع هذا بنصيحه للشباب. كلمه اخيره باه نقولوا ان شاء الله خويا ربي يجري على السلاك وان شاء الله ربي يهدي، وفيما يخص الوضع اللي نشوف فيه لهنا مش ماهوش حل وماهوش وضع، ماذا بينا يا تفيقونا يا فرد مره سيبونا البحر خلينا نخرجوا، رانا ما عادش فينا فهمت، لهنا ريت لهنا لهنا.